السلام عليكم، يعطيكم العافية أثر. أنا زميلتكم دنيا درجان البلاغنة، إن شاء الله راح أكون معكم شرح محاضرات الفارما أنا وزميلتي مها. إن شاء الله اليوم راح نشرح محاضرة بإذن الله تعالى بتكون خفيفة ولطيفة، اللي هي الجنرال أنستيزيا. المحاضرة بشكل عام مهمة، بتشوفوها إن شاء الله يعني بالجراحة على سنة رابعة على خير وسلامة وهدات بال، يعني بس تخلصوا من السيستمات. بشكل عام هي مهمة كثير، يعني بتصير سهلة إذا فهمنا أساسها تمام، وعرفنا كيف أصلا الجنرال أنستيجيا بتشتغل، وحفظنا كم من دواء، وإن شاء الله يعني باقي الأمور هينا. بشكل عام رح نشرح بإذن الله تعالى على تفريغ زميلكم عبيدة. تمام، عن إيش رح نحكي بهاي المحاضرة؟ أول إشي رح نحكي عن تعريف عندنا أنا الأنستيجيا، أو اللي هي التخدير العام الجنرال أنستيجيا. في محاضرة ثانية، احنا هاي المحاضرة بس عشان اشرح لكم، هاي المحاضرة على دورنا على دور عون كانت مع البي ان اس، هي الجنرال انستيجيا واللوكال انستيجيا، لكن الان صارت عندكم بالسي ان اس، فراح نحكي شوي عن الجنرال انستيجيا تمام، راح نحكي عن الفيزز اوف انستيجيا، عن الميكانيزم اوف اكشن لهاي الدراجز، الفاكتورز افكتنج ذير افكت، وعندينا انا اللي هي important drugs تمام، وشو السايد افكتس اللي لها، متى اعطي هذا ومتى ما اعطي. طيب بشكل عام عندينا ما نحكي عن الانستيجيا بمعنى التخدير او الجنرال انستيجيا بشكل عام، it's a reversible state of central nervous system depression، تعتمد عندينا على خمس محاور، اهمها عندينا انه انا بيصير في عندي loss of consciousness، المريض غير واعي لما يحدث حوله في العملية، loss of pain and other sensations، مهم جدا عندي انه انا المريض لما انا بدي اعمل incision، بدي افتح بطن المريض على سبيل المثال، انه المريض ما يشعر بالالم تمام. امنيجيا بمعنى عندنا الميموري loss، انا ما بدي المريض يكون قادر على انه يتذكر ما يجري في العملية. طبعا الها اسباب عديدة، يعني اهمها اني انا احيانا بعض الناس بتخاف من العمليات، وممكن يصير عندهم تروما في حال عندنا كان يعني قاعد بيشوف شو اللي بيصير معاه، او انه مثلا حتى مجرد بسمع اصوات عندنا الادوات اللي بنستعملها. فبرضو مهم فكرة انه الميموري لوس عندنا بالنسبة لي مهمة في الجنرال انستيجيا. فكرة المصل ريلاكسيشن، عندنا المصل ريلاكسيشن راح نشرح عنها اكثر شوي كمان، يعني كمان شوي، بس بشكل عام في المصل ريلاكسيشن. ليش بدي مصل ريلاكسيشن؟ لانه انا داسيه مال سكيلتال ماسلز، لانه لما بتكون المصلز ريلاكس تعطيني، بتكون المصلز نفسها بتطاوعني انا كجراح تمام، وانا قاعد بعمل في العمليه، فبالتالي ما اضطر افتح فتحات كبيره في البطن مثلا على سبيل المثال، عشان اقدر انا بشوف الاندرلاينج اورجنز او الاشياء اللي تحت المسلز. لان لو المسل مثلا، هي انا عندي الابدومينال وول تمام، لو انا المسلز اللي بالابدومينال وول كلياتها كونتراكتد تمام، راح اضطر افتح فتحه كبيره فقط ان اوردر تو ريتراكت عندنا انا المسلز، عشان اقدر اشوف اللي هي الاورجنز اللي تحت، الاعضاء اللي تحت اللي انا مثلا انا داخله بدي اشتغل عليها. اما في حال كنت معطيه انا مصل ريلاكسن تمام، بضطر مثلا اني بس اعمل انسجن مثلا بسيط، مثلا لو على سبيل المثال هاي الرايت ابر كوادرنت ماشي، يعني الجزء العلوي اليميني، لو في حال بدي اعمل عندنا انا عمليه للمراره، فبعمل انسجن بسيط انا مع مصل ريلاكسيشن، فشو بيصير انا ايدي بايدي بعمل ريتراكشن، لا الا اللهم صل على سيدنا محمد للمسلز، واقدر انا اتحرك تحت عندنا اللهم صل على سيدنا محمد تحت يعني الجرح نفسه او الانسجن، وبقدر اصل للاعضاء تمام. وفي لها طبعا تطبيقات اخرى عندي انا، ليش بدي المسل ريلاكسيشن في العمليه. الشغله الخامسه اللي لازم الانستيجيا تعمل لي اياها هي الانهبيشن اوف ريفلكسز، يعني انا بدي اشتغل على عندنا على مكان معين في جسم المريض. هسه بطبيعه الحال عندنا لما يكون الانسان واعي والسنترال نيرفس سيستم عندنا شغال، بده يصير يعمل انا ريفلكسز، اما عشان يحمي حاله تمام من انا التدخلات اللي قاعده بعملها. لكن هاي التدخلات اللي راح الريفلكسز اللي راح تطلع من الجسم راح تعاكسني انا كجراح لما اجي اعمل ايش
لما اعمل العمليه انا ما بدي الجسم يصير يتفاعل معي، خلص انا عارف شو بدي اعمل. انا داخل مثلا بدي استأصل المراره، طيب ما بدي يصير في مثلا كونتراكشن من المسلز اللي حواليا، ما بدي مثلا حركات غريبه تصير بالجسم عشان اقدر انا ادخل اعمل اللي بدي اعمله واطلع، تمام. فاذا المفروض الجنرال انستيجيا، تمام، عندنا تعمل لي زي ما اتفقنا لوس اوف كونشسنس، البين والسنسيشن بشكل عام توقفه، ميموري لوس، مصل ريلاكسيشن، انهبيشن اوف ريفلكسز، راح تشوفوا انه ريسبيراتوري ريت بيقل، الكاردياك اوتبوت بيقل عندنا انا، بحيث ما اخسر كميات كبيره من الدم لما افتح انا مثلا للمريض، تمام. هاي بالنسبه لا عندنا انا الانستيجيا. لكن هل من الطبيعي اني انا احدث عندنا سنترال نيرفس سيستم ديبريشن بشكل سريع يعني خلال سكندز، ولا اني انا وصلت مرحله اللي هي الديبريشن؟ الجواب هو لا. يعني الفكرة انه احنا عندنا الانستيجيا تتم على مراحل نسميها الانستيك فيزز او انستيجيا فيزز، بدي اكتبهم عشان ما يطلع التسجيل طويل وارجع لكم، تمام. هسه بالنسبة للانستيجيا فيزز، اول اشي بلش عندي بري اوبرتيف، اوبرتيف بمعنى انا اوبريشن يعني العملية، بري اوبرتيف، تمام، اشياءات اوبرتيف يعني انا للعملية نفسها، وعندنا بوست اوبرتيف. بري اوبرتيف طبعا هاي مين مسؤول عنها؟ الانستيزيولوجيست اللي هو عندنا انا طبيب التخدير. يبدا عندنا انا تبدا اول شيء اللي هي الفيز تبعت البري اوبرتيف، انه انا طبيب التخدير، يعني احنا بحكي لكم كيف يصير النظام، انه انا المريض عينا له مثلا يوم الاثنين في عنده عمليه، العمليه خلينا نحكي على الساعه 12، تمام. هسه يبدا التحضير لعمليه الساعه 12 تقريبا من الساعه، خلينا نحكي من الساعه 11، طيب بيجي المريض بينزلوه على قسم العمليات، طيب بينزلوه التمريض، بيستلموه مين؟ بيستلموه عادة اللهم صل على سيدنا محمد اللي هم التخدير. لازم يعمل أشياء نسميها إحنا بري أوبرتيف قبل ما يجي الجراح، قبل ما يجي السيرجن عشان يشتغل على المريض. شو هي؟ أول إشي بده يعطيه عندينا أنا إيش؟ يعني هاي بده يعطي أشياء تدعم عندينا عمل إيش؟ الجنرال أنستيجيا. هسا بس قبل ما أحكي لكم بالتفصيل، هسا هاي الخطوات كلياتها ممكن اني احصل عليها من وان انستريك عندنا، يعني من انا دروج يعني بعمل انستيجا واحد. لكن الفكره وين بتصير؟ انه ساعتها راح اتطلب عندي انا، يتطلب مني الموضوع دوز عاليه جدا من هذا الدواء. طيب وين المشكله بتصير بالدوز العاليه؟ انه انا السايد افكتس تزداد. ليه؟ لاني قاعد اشتغل على انا النيرفس سيستم، طيب قاعد بحاول اعمل له ديبريشن، فممكن لا سمح الله لو كانت الدوز كثير عاليه بعمل بدل ما هو ريفيرسبل يصير ريفيرسبل يعني بيرمننت. فلهيك احنا ارتأى العلماء لقوا انه ان نوزع هاي كيف نحكي الجولز اللي انا بدي اياها على اكثر من دواء، يعني مش اخلي كله هذا مثلا اللوس اوف كونشسنس البين الميموري لوس كلياتن على عاتق يعني الماده المخدره، انما انا مثلا بدخل مع بحط مع الماده المخدره مواد اخرى، ماشي، مثلا بدل ما هو يعني البين كله مسيطر عليه من قبل عندنا انا الماده المخدره، لا بحط انا ايش انالجيزيا مع التخدير عشان انا ايش يعني اساعد في موضوع البين. المصل ريلاكسيشن بدل ما يكون هو كله سنترالي من عندنا الانستريك عندنا، لا بحط معاه ايش؟ بحط معاه مصل ريلاكسنت زي اللي اخذناهم وين؟ بالام اس اس، ماشي، اللي هم السكسينال كولين وهاي الاشياء. طيب فالفكره وين بتصير عندي انا في البري اوبرتيف؟ الاشياء اللي انا بدي اياها تساعد الانستيجيا بعطيها، زي مثلا بعطي اوبيويدز لا سيما تحديدا الفنتانيل، طيب راح نتعرف عليهم ان شاء الله بالمحاضرات الجايه الفنتانيل وهاي الاشياء اللي هي الاوبيويدز، تمام، عشان بتساعد الانالجيزيا في موضوع البين. نفس الوقت احط انزايوليتك اللي هم عاده عيله البنزودايازيباين، طبعا هاي اللي هم الانزايوليتكس هم اللي كانوا محاضره رقم واحد عندنا في السي ان اس السنه الماضيه، البنزودايازيباينز. طيب عندنا بحط مصل ريلاكسنت عاده ممكن يكون اللي هو السكسنايل كولين، طيب او اللي نسميه احنا اللي هو ساكساميثونيوم، تمام، عشان ايش؟ بيساعد بموضوع المصل ريلاكسيشن. طيب برضو ممكن احط انتي سكريتوري انتي ايميتك عندنا معها. طيب هاي ليش بدي احطهم؟ هسه لو بدي اتخيل انا المريض عندي، تمام، المريض بده يدخل عندي انا على العمليات وبده عندنا يكون على طاولة، تمام،
وغير قادر على التحكم عندينا أنا بالسكريشنز والأشياء اللي بتصير معه. لما أنا بروح أعطي مصل ريلاكسيشن، تمام، المصل ريلاكسيشن راح يعمل لي ريلاكسيشن لكل المصلز اللي في جسم هذا، اللهم صل على سيدنا محمد، في جسم البيشنت. الفكرة وين بتصير عندي أنا؟ لو نطلع أنا ففي عندي الإسافجس، صح، عندي الاستومك، إن شاء الله إنها بس الرسمة تزبط. أوكي، مبدئياً يعني ها أساس إنها استومك يعني. أوكي أسم عندي أنا طبعاً وين عندي هون أنا بنهاية الإسافجس، في عندي أنا اللي هو اللور إسافجية السفنكتر، صح؟ هذا شو فكرته؟ إنه بعد ما يدخل الأكل عندنا بيروح عامل كونتراكشن ومسكر عشان يمنع إيش؟ الريفلكس. هسا لما أنا بدي أكون أعطي مصل ريلاكسيشن، تمام، كل هاي المصلز راح يصير لها ريلاكس، سواء يعني سكيلتال مصلز راح يصير لها ريلاكس، سموث مصلز راح يصير لها ريلاكسيشن، تمام. فالفكرة وين بتصير؟ إنه أنا راح يصير في عندي أنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد ريفلكس. الفكرة وين بتصير؟ إنه المريض متمدد، تمام، على فرض إنه البوزيشن لهاي العملية إنه متطلب إنه المريض يكون سباي، فراح يصير في ريفلكس. وين المشكلة بتصير عندي أنا؟ إنه أنا التويكيا جاية بجنب الإسافجس، صح، عندينا اللهم صل على سيدنا محمد، وهي أوبن عندنا أنا القنوات ما بينهم، فممكن لا سمح الله يصير في عندي أنا ريفلكس into the trachea و into the lungs، بالتالي يصير عنده aspiration pneumonia، وممكن لا سمح الله يصير في choking وبختنق المريض عندنا أنا بإيش؟ gastric secretions. طيب لهيك إحنا عندنا نعمل إجراءين، تمام، لمريض عندي أنا داخل بده يدخل عندي على العمليات. أول إجراء راح تسمعوه أو كلمة يعني تسمعوها كثير في عندنا قسم الجراحة اسمها NPO. NPO بمعنى nothing by oral أو nothing by mouth. شو يعني؟ لازم المريض يكون صايم قبل العملية عشان ما يكونش أنا في contents بالستومك. الشغلة الثانية، تمام، اللي إحنا نعملها إنه نعطي anti secretory. شو يعني؟ نعطي عندنا مواد تمنع secretions تبعت الجاست تبعت السموت secretions اللي للستومك اللي هي الجاستيك جوس. طب ما أنا ما راح أخليه يأكل، هيني ما أنا اتفقت إنه بدي إياه NPO، بس انا الجاستريك اسيدز او الجاستريك جوس دائما يتم افرازه، ماشي، حتى لو ان المريض مش ماكل، انما الفكره وين تكون؟ بالكميه، لكن هل هو موجود؟ نعم دائما موجود. لذلك عندنا نميل الى انه انا احط ايش؟ انتي سكريتوريز او سكريتوريز. طيب اللي هم زي مين عندنا؟ اللي هم بيشتغلوا اللهم صل على سيدنا محمد اتش 2 بلوكرز، زي مثلا اللي هو الفيمنتادين والسيمانتادين، لا فمنتدين اتوقع اللفظ اللي هو الفامودار اذا تعرفوه، تمام، الاتش 2 بلوكرز. طيب شو راح يعمل؟ راح يقلل لي السكريشنز، زي هيك انا بكون حميت المريض من ايش؟ الجاستريك سكريشنز. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، تمام. بنفس الوقت اعطيه انتي ايميتكس، ليش؟ لانه انا مع الانستيجيا، مع عندنا البين، مع الاوبيويدز. طيب هاي كلياتها ميتوجينيك، شو يعني؟ بتشتغل على الامسيس سنتر في البرين اللي هو الفوميتينج سنتر، تمام، بتخلي المريض زي بده عنده نوجيا وبده يستفرغ يعني. فبعطيه انا انتي ايميتك، عاده نعطيهم اشي بنسميه الميتكلوبراميد اللي هو عباره عن الدوبامين انتاغونست، برضو هذا كان راح تاخذوه مع الانتي سايكوسيس مع الامراض الشيزوفرينيا او الشيزوفرينيا، تمام، اللي احنا اخذناها السنه الماضيه، بس انتم مش عندكم، او انتم لا عندكم بس متاخره بعد الأوبيويدز، مش مشكلة. الفكرة إنه الدوبامين، تمام، الدوبامين ماله إيميتوجينيك، بمعنى أنا induces vomiting، ماشي. فلو رحت أعطيت أنا، لو غن أكتب دوبامين، لو رحت أعطيت أنا بلوكر معناته أنا إيش؟ حميت من الفوميتينج سنتر من تأثير الدوبامين. فعادة نعطي ميتكلوبراميد، كلوبراميد ك إيش؟ أنتي إيميتك. اذا لحد الان بدي اعطي اوبيويدز، بدي اعطي انكزايوليتك اللي هم البنزودايازيباينز، ليش؟ عشان اريح المريض. طيب تمام، لانه انا من يعني الاشياء اللي لازم عندينا من الكف عن احكي شروط انه المريض ينفع يدخل عندي على العمليه انه يكون ايش؟ ما عنده سيركيليشن ستابيليتي، بمعنى انا لا هو تاكي كارديك ولا هو برادي كارديك. فانا احيانا بعض المرضى يكونوا خايفين من العمليات فنعطيهم انكزايوليتكس، بمعنى اشي يهدي.
فعادة أفضل إشي وأسلم إشي هما البنزودايزيباينز. قلنا بدي مصل ريلاكسيشن موست لايكلي السكس نايل كولين عندنا أنا عشان أعمل إيش أسهل أنا حركتي كفي كجراح إنه أنا بدي أفتح البطن. الشغلة الثانية راح نعرفها هسا كمان شوي اللي هي بالتراكيال انتوبيشن للأنستيجيا نفسها. بدي اعطي انتي سكريتوري شرحناها هون، بدي اعطي انتي ايميتك انتي كولينرجيك. طب ليش الانتي كولينرجيك؟ طيب انا في عندي جاستريك سكريشنز بس برضو في عندي انا ريسبيراتوري تراكت سكريشنز، فعشان انا تو اوفركم هاي الاشياء بعطي عندنا ايش something to block هاي secretions وبلوك اللارينجيو سبازمز اللي ممكن تصير. فممكن اعطي انا ايش الاتروباين او الاتروبين تمام اللي هو انتي ماسكارينك، فبيروح موقف لي عندنا انا السكريشنز عشان ما بتتجمع تعمل انا زي كيف نحكي احنا obstruction في المكان عندنا وتدخل المريض بريسبيراتوري ديستروس ويعني بتخربط عند الوضع كامل. اخر اشي بعطي انتي هستامين. ليش بدي ممكن اعطي انتي هستامين؟ لانه انا شايفين كمية الادوية اللي قاعد بعطيها بس بري اوبراتيف بعدني انا مش معطية الانستريك، هاي كلياتها ممكن تصير تأثر على المريض، فبعطي انا انتي هستامين to prevent عندنا انا ذي يعني any possible chance for allergic reactions تمام للallergic reactions. هاي كلياتها ايش لسه الجراح ما دخل، السيرجن لساته تقريبا ايش بعده ما دخل غرفة العمليات، هذا كلياته شغل الانستيزيولوجيست بعده لسه قاعد بيحضر في المريض. هاي اللي هي ايش البري اوبريتيف. اما بالنسبة للاوبريتيف هسا بنكون هون دخلنا في مرحلة اني انا بدي اعطي الانستيزيا تمام. الانستيزيا بشكل عام تنعطى على ستيجز عندنا او الها ستيجز. اول اشي نعمل اندكشن بمعنى ابدا انا الانستيزيا وتكون خلال عندنا عاده فيو سكندز ببلش ادخل المريض بجو الانستيزيا. بعدين بدي اعمل ريلاكسيشن برضو انا هذا يشمل برضو المصل ريلاكسيشن اللي صار عندي هون. بعدين بدي اعمل مينتيننس. اول اشي اندكشن انه انا المريض يكون صاحي تمام، بدي ادخله في حالة اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد النيرفس سيستم عندنا ايش ديبريشن تمام دخلته. الفكرة وين بتصير عندي انا بدي اعمل مينتيننس، يعني لازم اعمل استمرارية لهذا التخدير لانه انا ممكن العملية تكون ساعة ممكن العملية تكون 9 ساعات ممكن تكون 9 ساعات ممكن تكون 16 ساعة. طب انا هاي كلياتها المريض ايش بده يكون على التخدير. هل انا معقول انه التخدير هي فقط ابرة انا بعطيها اول العملية وذاتس ات؟ لا، هي نعم في شيء انا بعطيه اول العملية يبدأ للتخدير، لكن بعدين لازم اعمل مينتيننس للتخدير انه انا يضل المريض مخدر عندي مش فجأة او لانه يصحى عندي نص العملية او مثلا ممكن ما يصحى. لكن اشياء من هون ترجع تصير مثلا اوكي عنده loss of consciousness لكن بلش يرجع يحس في البين، بلش يصير في عنده reflexes عيونه يصير ان يتحرك عن دليل على انه بده يصحى. انا هذا الاشي ما بدي اياه، فشو بنعمل احنا؟ نعمل صحيح induction بعدين نعمل maintenance اوكي تمام. اما بالنسبه للبوست اوبريتيف عندنا بعد ما انا اكون انهيت العمليه تماما يبقى هنا دور عندنا الانستيزيولوجيست. طيب انه شو يعمل؟ يعمل عندنا ندخل في مرحله الافاقه، ممكن حتى هاي الخطوه اعملها في غرفه العمليات نفسها او بعدين ارجع اخذ المريض وبديه على غرفه الافاقه عندنا برجع اشيك على الريفلكسز بكون انا طبعا عملت انا ايش وذدرول الانستيزيا تمام. فبلش المريض عندنا الريفلكسز ترجع عنده الريسبيراتوري ريت، نرجع نشيك على الفايتال ساينز، نرجع نشوف الريسبيراتوري ريت، نشوف السيركيليشن الهارت البلسز وهاي الاشياء كلياتها. برضو انا اشيك على موضوع البين، هل المريض اول ما صحى صار يصرخ من الوجع معناته انا لازم ايش اعطيه مثلا اوبيويد او اعطيه انا بين كيلر لانه انا اوكي تمام بدي انهي هسه انا وضعية الانستيجيا لكن ما لازم انهي وضعية البين لانه في انا عندي انسجن تمام. هي انا في عندي هون الجراح احدث انسجن وهذا الانسجن اكيد مؤلم تمام. فأوكي فأنا شو بدي أعمل؟ أوكي أعمل إفاقة طيب للمريض، لكن لو في موضوع لو المريض عندنا متألم لازم برضو أنا كأنستيزيولوجيست أني أنا برضو أعطي إشي للبين تمام. التركيزنا الأساسي عندنا إذا هاي هي أو قبل التركيز الأساسي هاي هي الفيزز الرئيسيات عندي أنا لا اللهم صل على سيدنا محمد لا ال... لا مش حلو هاد أوكي لا عندنا فكرة اللي هي الأنستيجيا تمام. إذا something pre-operative operative عندنا وأنا post-operative. هسا التركيز الأساسي بالنسبة لإلنا راح يكون على هاي المرحلة
تمام، راح نشرح عنها كثير، تمام، اللي هي انا كيف انا اعطي انا كيف انا، اوكي كيف، اوكي انا بحكي كلمة يعني وانا واشياء في كلمات تتكرر، فاعذروني يعني لاني بضل اكرر الكلمات بس ما بقدر يعني اتحكم. اوكي يلا بسم الله. تمام، كيف انا بعطي الانستيجا، تمام، كيف اعمل اندكشن، اعمل مصل ريلاكسيشن ومينتنس، تمام. اوكي خليني احطهم بصفحة ثانية عشان اقدر اشرح عليهم. تمام هسا، اوكي فقلنا احنا عشان نعمل الانستيجا بدي اعمل اندكشن بعدين نيورو ماسكولار بلوكر بعدين مينتنس. طيب كيف اعمل الاندكشن؟ عادة بيكون عن طريق اي في انستريك. يعني انا في عندي عائلة من الانستريكس بعطيهم، عندنا اي في، وعادة بميل الى اني الى اني استعملهم ايش في حالة الاندكشن اللي هي بتكون اول العملية بس عشان ابدأ التخدير، تمام، وعادة بيكون شغلهم within seconds، وبالتالي يكونوا ايش مهمات، يعني انا بالنسبة لي شغلهم سريع، يعني بيدخلوا للمريض بحالة الانستيجا بشكل سريع within seconds، بنحكي عن ممكن 40 ثانية يكون المريض عندي داخل في التخدير. طب هل اقدر انا استعملهم طول العملية؟ نعم اقدر استخدمهم ان هي في هنا يعني في مرحلة المينتنس، في حال اعطيتهم انا اي في نسميه احنا continuous infusion. شو يعني؟ بدل ما هي ابرة، تمام، بعطيه انا زي كأنه على الوريد ويظل يدخل في الوريد عندي انا بشكل مستمر، فيظل عامل لي انا اللهم صل على سيدنا محمد الانستريك افكت او الانستيجيا على طول العملية. لكن وين المشكلة؟ انه السايد افكتس له كثير عالية، لهيك ما بنستخدمهم احنا الا في حالة الاندكشن اني انا ابدأ عملية التخدير، تمام. راح نسأل عفوا راح نشرح عن عندنا انا اللي هم عن هاي العيلة كمان شوي، لكن انا اول اشي بدي هيك اعرفكم المين ستيبس. الستيب الثانية اللي هي بالنيورو ماسكولار بلوكرز عندنا او اللي هي مصل ريلاكسيشن، قلنا برضو ممكن تكون اللي هي جزء من المصل ريلاكسيشن اللي عملتهم. طيب شو الفكرة من المصل ريلاكسيشن عندنا؟ عادة احنا بنميل الى استعمال اللي هو السكسنايل كولين اللي اخذناه في الام اس اس الاول، نسميه احنا ايش السكساميثونيوم، لشغلتين. اول اشي تو هيلب عندنا انا الانستيجا في موضوع المصل ريلاكسيشن اللي حكينا عنه، تمام، فيما يتعلق باللي هي الفتح. الشغلة الثانية يساعدني بالاندوتراكيال انتوبيشن. طيب شو فكرة، طيب شو فكرة عندنا انا الاندوتراكيال انتوبيشن؟ قبل ما انا اكمل حكي عن الانستيجا ناخذ هو موضوع الاندوتراكيال انتوبيشن، تمام، ونشرح عنه شوي. الاندوتراكيال انتوبيشن معناها اني انا بدي ادخل بدي اعمل زي باسج عندي انا او اللهم صل على سيدنا محمد زي I want to deliver air، خليني احكي هنا بعمل delivery of air، تمام، او gases بشكل عام، gases بشكل عام directly into the trachea. طب شو يعني؟ هو انا ما انا كاين بعمل indirect، هسه نعرف طيب endotracheal intubation فكرته اني انا في عندي تيوب، افترضوا انه المريض هيك نايم سوباين، عندي تيوب انا هاي شايفينه بدخل عندي مباشرة towards when the trachea. هسه بالوضع الطبيعي انا لما اتنفس، تمام، وجينا حكينا يتنفس الانسان من انفه، تمام، او من الفم، ناخذ لون يمكن هذا واضح ولا صعب. طيب بدخل عندي انا هواء، الهواء في جزء منه راح يدخل من الاسافجس، والمين عندنا عن الكميه الكبرى تدخل عندنا عن طريق التريكيا towards وين towards اللي هي اللنجز. هسا المريض لما بيكون عندي انا مثلا لما حكينا هنا air or gas، مريض عندي تروما اللي هي RTA او road traffic accident وجايني عندنا ومش قادر ياخذ نفس، فانا المفروض الان بدي انا ادخل له النفس عندنا لللنجز، فبنروح احنا عاملين endotracheal ايش intubation. ليش الفكرة انه لازم يكون واصل لعند التريكيا؟ شايفين لوين واصل الانبوب
لجوا جوا، لانه انا لو اعطيت الهواء من هون الهواء راح يدخل على الاسوفجس ويدخل باتجاه التريكيا. اول اشي الهواء راح يتوزع، بدل ما انا بدي اياه كله يدخل باتجاه اللنجز راح يتوزع عند الاسوفجس داون انتو ذا ستومك، تمام، وراح يفوت جزء عندنا باللنجز. الفكره وين بتصير هسه؟ لما راح يدخل على الاستومك راح يروح عامل لي ابدومينال ديستنشن. ليه؟ لانه راح يتجمع الهواء في الاستومك. لو انا كان المريض عندي تروما وبدي ادخل له هواء وبعمل لي ابدومينال ديستنشن، افرض المريض كان قاعد يعمل بليدنج، في عنده انترا ابدومينال بليدنج انا بعدني مش عارفه عنه، ورحت انا عامل ابدومينال ديستنشن ونازل انا بضخ هواء. ليه؟ لانه احنا شايفينه هذا يا بنركبه بجهاز يا بنركبه بزي باج هواء بنضلنا نضغط عليه عشان ندخل الهواء في حال كان اير، كان اير مش انه انستيجيا. طيب فراح يدخل كميات هواء بشكل مستمر عندنا باتجاه وين؟ الاستومك. راح يعمل لي انا جازز بالاستومك ابدومينال ديستنشن ويعمل لي مشاكل. طيب انا كانستيزيولوجيست عندنا شو الفكره؟ انه الجاز احنا هسه راح تشوفوا انه بالمينتيننس هاي الخطوه ما نستخدم اشياءات اي في، نستخدم عندنا انا جازز، تمام. هاي الجازز كيف بدي ادخلها لجسم الانسان؟ بدخلها كاني قاعد بدخل له هواء عندنا اندوتريكيال. ليه؟ بديش اياها تتوزع، ما بدي اياها تتوزع وتصل لعند وين؟ الاستومك. فبروح انا ايش بدي؟ اندوتريكيال انتوبيشن. لكن انتو شايفين لوين الانبوب واصل؟ كله هاي اللي بدي مر فيها كلها سكيلتال ماسلز. لو كانت فيها سبازمز، تمام، كانت كونتراكتد، ما راح تسمح لي اني انا ادخل، ما راح، يعني لانه احنا لما نعملها لازم بدك اكسبيرينس كثير عشان انت تضمن انك ايش، ما مثلا انا نازله بكون يعني مثلا بضرب اللارينكس مثلا ولا اعمل بيرفوريشن ولا اعمل ألسريشن او بجرح المكان من جوا. فلازم اكون انا ايش، اول اشي يعني متمرسه على الموضوع. الشغله الثانيه بدي الجسم نفسه يطاوعني من خلال اني ايش اعمل، اني واني يلا بسم الله، من خلال اني انا اعمل مصل ريلاكسيشن. وهذا الاشي يتم عن طريق ايش؟ اللي هي النيورو ماسكولار بلوكرز اللي اعطيناهم هون. اذا شو الفكره من النيورو ماسكولار بلوكرز؟ اني بدي اعمل اي هيلب الانستيجيا في اني اعمل مصل ريلاكسيشن لكل الجسم، وتحديدا عندنا اللي هي المصلز في هاي المنطقه عشان اعمل الاندوتريكيال انتوبيشن اللي راح ادخل فيه الانستريك اللي راح يساعدني بالخطوه الاخيره اللي هي المينتنس، تمام؟ اوكي. طيب هسه شو حكينا احنا؟ المينتنانس مين لي؟ يا اما اللي هي لا قبل ما نحكي عن المينتنانس حكينا انه في كان اندكشن عملناه عن طريق اي في، انستريك ابره اعطيناها اشتغلت 4 سكندز دخلت المريض في حاله الايش؟ الانستيجيا، تمام. وانا بكون اصلا معطيه نيورو ماسكولار بلوكر عشان ادخل اندوتريكيال انتوبيشن وابدا عمليه المينتنانس. يعني انا التخدير اللي عملته هون بدي اياه يضل مستمر. قلنا يا اما اني اعطي اي في عندنا continuous infusion، يعني هاي العيلة بس continuous infusion، لكن وين مشكلتي معها؟ انها side effects كثير. يا اني بروح اعطي العيلة الثانية اللي انا بستعملها اللي هي ايش؟ اللي هم اللهم صل على سيدنا محمد inhalation، تسميهم ايش؟ يعني anesthetics نعطيهم عن طريق ايش؟ الاستنشاق. طيب وهم عيلة ايش مالهم بحد ذاتهم يعني، تمام؟ تمام، بنسميهم الانهاليشن انستريكس. طيب هذول مسؤولين على انهم يعملوا لي انا الدبث اوف عندنا ذا انستيجيا، يعني هون بديناها وهون وصلت انا الدبث، خلص المريض عندنا مخدر واقدر انا اعمل العمليه وافتح واعمل اللي بدي اياه، المريض ما راح يصحى معي، تمام. طيب هسه بدنا نتعرف على اللي هي اهم الدواجز الموجودين. يعني انا لو برجع هون نكون حكينا انا عن الانستيجيا والفيزز اللي هي قلنا اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي البري اوبريتيف والاوبريتيف والبوست اوبريتيف، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد، اوكي هيك بنكون حكيناهم. ممكن انه نحكي شوي عن اللي هي الدراجز، او عندنا نبدا بالميكانيزم اوف اكشن، تمام. نبدا نحكي شوي عن الدراجز عشان لما نحكي عن الميكانيزم اوف اكشن، يعني لما نحكي عن كل دواء نعرف شو بالضبط قاعدين نحكي، تمام. بالنسبه ل اللي هم مين نحكي هسه عن الاندكشن هون، او لا احنا نقلناهم تحت، اوكي، عن اللي هي الاي في انستريكس، تمام، وعن الانهاليشن انستريك. اوكي نزود صفحه، تمام.
نحكي عن الاي في انستركس. في عندينا انا واحد اللي هو اهم واحد سميه البروبوفول، تمام، راح يتكرر معاكم كثير. عندي انا الثيوبنتال، عندي انا التوميديت، نعم التوميديت، وعندنا الكيتاماين، وآخر واحد اللي هو الميدا زولا، تمام. إذا البروبوفول، الثيوبنتال، التوميديت، والكيتاماين، والميدا زولا. أما بالنسبة للإنهاليشن أنستركس فهما ينقسموا إلى قسمين. عندينا أنا الفولاتايل ليكويدز، شو يعني؟ اللي هي السوائل المتطايرة، يعني أنا أول ما تتلامس مع الأكسجين تتحول إلى غاز يعني. وفي أشياء لا بتكون جاهزة غازز، طيب إحنا استعملنا لهذولا أكثر من هذول. بالنسبة للغازز لو بدنا نحكي عنهم شوي قبل ما نحكي عن الفولاتايل لأنهم أقل يعني، بس اثنين، النيتروس أوكسايد مختلف عن النيتريك أوكسايد، إنه هذا إيش هو؟ عبارة عن N2O اللي هو نفسه اللافين غاز، إذا بتسمعوا فيه اللي هو الغاز اللهم صل على سيدنا محمد الضاحك، طيب. وعندينا أنا في واحد ثاني اسمه الزينون، لكن بطلنا نستخدمه من السايد إفكتس اللي له، هذا بطلنا نستخدمه. لو نحكي شوي بس عن النيتروس أوكسيد عشان خلاص يعني نحكي عنه وننهي، يعني فكرته انه هو عندينا بيشتغل زي انرجيزك اكثر من انه انستريك، يعني هو بوتنت انرجيزك اكثر من انه انستريك، طيب. وفكرتنا فيه انه هو ايش يعني، لكن فلهيك احنا او ما قدرناش نستعمله كجنرال انستريك يعني، ونقوي قلوبنا ونستعمله لانه الانستريك افكت اللي له قليل جدا، هو انرجيزك اكثر من انه انستريك، شو يعني؟ بيخفف الالم ماشي اكثر من انه يخدر. لهيك كان استعماله اكثر اشي وين؟ في الدنتستري، في طب الاسنان. انا في الاسنان عادة ما الجأ لا الجنرال انستيجيا انه انا تخدير عام، انما انا بدي تخدير موضعي للمريض، فممكن انا ايش اعمل؟ استخدم اللافين غاز اللي هو النيتروس اوكسايد، تمام. فكرتنا فيه انه هو يختلف عن النيتريك اوكسايد بانه هو ما له فازو دايلاتري افكت، بالتالي ما بخاف من أشياءات اللي هي العلاقة بإلها دخل بالسريبرال بيرفيوجن والسيستميك مثلا، أنا اللهم صل على سيدنا محمد، تأثيرات على السيستميك أو بلود فاسلز بشكل عام، تمام. والزنون بطلنا نستخدمه بسبب السايد افكتس اللي عنده. لكن أهم معلومة لازم أعرفها عن النيتروس أوكسايد إنه هو من بين كل الأنستركس اللي معي هو the least hepatotoxic، تمام، يعني اقل واحد ضررا على وين؟ ضررا على اللهم صل على سيدنا محمد على الليفر. ليه؟ لانه غاز هو، تمام، فبسرعه يصير له ميتابوليزم بدون ما بتاثر، بدون ما تتاثر الليفر يعني. طيب هيك بنكون خلصنا من الغازز. اذا عندي النيتروس اوكسايد وعندي انا الزنون اللي بطلنا نستخدمه، هيك انا بكون حكيت عن الغازز. نيجي على الفولاتايل، عندنا ليكويدز. بالنسبه للفولاتايل ليكويدز طيب بنقسمه عندنا انا لمجموعتين رئيسيتين، عندي الهالوجينيتد جروب وعندي انا واحد لحاله بطلنا اصلا نستخدم اسمه الهالوثان. لو بنلاحظ انهم الاثنين يبداوا بايش؟ بالاتش، تمام. فهي اول اشي نعرفها. الهالوجينيتد اللي هي من كلمه هالوجين، اذا بنرجع لايام المدرسه الهالوجين اللي هي لو نروح على البريودك تيبل او اللي هو جدول الدوري مجموعة رقم 7، مجموعة 8 اللي هي الغازات النبيلة، و7 اللي هي الهالوجينات، صح، اللي فيها فلور، فيها كلورايد، فلور 9 وكلورايد 17، بروم، صح، وأيودين، كل هاي ضمن ايش؟ الهالوجينات اللي هي رقم 7. فهالوجينيتد يعني فيها ايش؟ هالوجين جروب. طيب اوكي جيب هون، اوكي، ففيها ايش؟ هالوجينيتد جروب، اي واحد منهم اللي هو الفلور.
فلهيك راح تلاقوا انه كل اسمائهم ينتهن بفلورين، الصفكس الاخير فلورين، فبتلاقوا انه الاسماء ايش مثلا عندكم الايزو فلورين، عندنا الديس فلورين، السيفو فلورين، والان فلورين. الايزو فلورين، ديس فلورين، 7 صح المجموعة السابعة، سيفو فلورين، والان فلورين اللي بطلنا نستعمله اصلا. اه لا اوكي بطلنا نستعمله. فلهيك حكينا راح يكون عن الايزو والديس فلورين والسيفو فلورين، تمام اوكي. اللي هم مين هاي المجموعة؟ اللي هي الهالوجينيتد، وعندي انا اللي هو الهالوثان، تمام هيك تمام. هسا قبل ما نشرح عن كل واحد فيهم لازم نعرف احنا لحد الان بعدنا ما عرفنا بالضبط كيف الانستيجيا تعمل لي انا سنترال نيرفس سيستم ديبريشن. طيب فلازم نتعرف عن على الميكانيزم اوف اكشن للدواء، تمام. بشكل عام عندنا انا في نظريات عديده ظهرت تتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن للانالجيز، لا عفوا الانستيجيا. طيب في عندي انا اولد ثيوريز وفي عندي انا نيو ثيوريز. لو جينا نحكي عن الاولد ثيوريز، فكان في عندي انا فيزيشن زمان استخدم الايثر، طيب وجربوا وين على اجلكم الله على الكلاب، وشاف تاثيرات الايثر اللي هو يعتبر كان انستريك، طيب على عندنا الكلاب، وسجل هاي الملاحظات وحكالك انه مراحل الانستيجيا تكون انه اول اشي تعمل انالجيزيا، يعني ايش يعني اول اشي تعمله انها تسكن الالم. المرحلة الثانية لاحظنا انه بيسيبهم اكسايتمنت، زي حالة عندنا انا ايش انه الجسم بدل ما هو تحت تأثير الانستريك يعني انه يوقف كل شيء، لا قبل ما يصير تحت قبل ما تصير الانستيجيا نفسها اللي انا اعرفها اللي التخدير اللي المريض ما بيعملش ريفلكسز، بدخل الجسم بحالة من الاكسايتمنت والريفلكسز العنيفة. بعدين يدخل بمرحلة السيرجيكال اللي هي انستيجيا اللي انا بعرفها، واصير هون اقدر انا اي اوبريت على المريض يعني افتح واعمل اللي بدي اياه، كل هاي دوز ريليتد. وبعدين عندنا انا لو زودت الدوز تبعت الايثر ممكن لا سمح الله يصير في عندي مدلغي ديبريشن، يعني انا بشتغل على وين؟ بشتغل على السنترز المهمين الموجودين في المدلة في البرين ستيم، بروح عامل لهم ديبريشن. زي مين؟ زي ريسبيراتوري سيستم، ماشي بروح عامل له ديبريشن، يدخل المريض معي بكوما وممكن لا سمح الله يدخل بديث، طيب في حال انا ما حسبتش الدوز صح. لكن مع تطور العلم قال لك لا، هاي النظرية قديمة والأنستيجيا لا تعمل بهذه الطريقة، ماشي، وإنما الفكرة قائمة على موضوع اللي هي النيورو ترانسميترز. هسا ممكن تكونوا أخذتوها بالفيسيو أو لساتكم ما أخذتوهم، بس راح تأخذوهم بالفيسيو وممكن برضو تأخذوهم بالبايوكيم. بشكل عام عندنا أنا one of the main ways for communication بالcentral nervous system أو حتى عندي أنا في peripheral nervous system هي النيورو ترانسميترز، تمام. بشكل عام عندنا احنا النيورو ترانسميترز هم عبارة عن مولكيولز، تمام، يا اما بيرتبطوا بريسبتورز خاصين فيهم، ممكن يكونوا لينكد تو تشانلز وممكن ما يكونوش لينكد للتشانلز. هذول النيورو ترانسميترز ممكن يكونوا ستيمولاتوري ممكن يكونوا انهيباتوري. كيف يعني؟ او بشكل عام هسا الانستيجيا فكرتها زي ما حكينا it's a reversible central nervous system depression، معناته انا شو بدي الخلايا؟ بدي الخلايا تدخل في حالة انها doesn't او don't respond للستيمولاي، يعني بدي اياها زي كأنها ايش؟ عليها inhibitory effect. لو نرجع احنا بالذاكرة للتوجيه او لما كنا نحكي عن neuronal signals، كنا نحكي انه الخلية بيصير فيها عندنا influx للصوديوم صح، بتصير positive من جوا كثير فيصير في depolarization، بعدين يصير في outflux أو efflux للpositive عندنا أنا ions، بتصير الخلية negative كثير فتدخل في حالة اللي هي repolarization صح، وممكن تدخل في حالة اسمها أو تدخل بعدين في حالة اسمها refractory period، تمام، وعندها الخلية لا تستجيب لأي
stimuli، سواء كان painful stimuli، سواء كان عندينا أنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد auditory stimuli ولا إشي، صح؟ أنا هذا اللي بدي إياه، بدي زي كأنه الجسم، أنا لما أعطي أنستيجيا بدي زي كأنه الجسم يدخل بحالة refractory period لا يستجيب فيها للستيمولاي، يعني أنا بدي أجرحه وأدخل لبطنه لجوا، ما بدي إياه يصحى ولا يتذكر ولا يحس بالألم، معناته بدي أعمل inhibition. فشو حكى لك عندنا إنه بالأنستيجيا؟ يا إما إني أنا بجيب اللهم صل على سيدنا محمد drugs تعمل stimulation للinhibition للinhibitory neurotransmitters، أو تعمل اللهم صل على سيدنا محمد inhibition للstimulatory neurotransmitters. طيب لو رجعت بدي أحكيهم هنا، في شيء راح يكون stimulatory، يعني أنا شو يعني، يعني راح يعمل لي activation وresponse للstimuli، ماشي؟ وفي شيء لا، هم أصلا inhibitory، يعني موجودين في عندي أنا، يعني الدماغ أصلا فيه inhibitory mechanisms، تمام؟ أو neurotransmitters. كأنستيجيا لو كانوا الستيمولاتوري فبدي اروح اعمله انهبيشن، لو كان انهبيتوري برفع الافكت اللي له. من بين الستيمولاتوري نيوروترانسميترز اللي راح تتعرفوا عليهم ان شاء الله هو الجلوتاميت. الجلوتاميت هو لينكد لكالسيوم شانلز، تمام؟ ولما يرتبط الجلوتاميت يعمل انفلوكس، تمام؟ لا اللهم صل على سيدنا محمد للبوزيتيف عندنا انا ايونز، بيعمل لي ديبولاريزيشن وبلش يصير في عندي سيجنلز، ويعني السيستم شغال. فبروح انا معطي ايش، بعطي something to block الglutamate اللي هم النيتروس اوكسايد اللي حكينا عنه اللي هو اللافينج غاز، واللي حكينا عنه هون هو الكتاماين اللي هو وين احنا عند اللي هي هاي كتاماين لما حكينا عن الاي في انستريكس اللي هم المسؤولين عن الاندكشن. طيب اذا الكتاماين لما اعطيه والنيتروس اوكسايد لما اعطي، شو راح يروحوا؟ راح يروحوا عاملين بلوك للجلوتاميت، فبيعملوا لي ايش، سي ان اس ديبريشن. اما بالنسبه للانهيباتوري فبدي اعطي اشياء بالعكس بتزود الانهيباتوري نيوروترانسميترز الموجودين عندي في الدماغ. فعندنا حكالي انه في عندي انا طريقتين، او قبل الطريقتين في عندي انا تو نيوروترانسميترز، ماشي؟ او مش يعني كيف نحكي، تو باثويز، تو انهيباتوري باثويز موجودين عندي انا في الدماغ. طبعا في غيرهم بس هذول الاهم. عندي انا الجابا نيوروترانسميتر وهو ذا مين انهيباتوري عندينا انا نيوروترانسميتر، بيرتبط على ايش، اللهم صل على سيدنا محمد، على لا دقيقه بيرتبط على ريسبتورز نسميهم احنا ايش، نسميهم الجابا ريسبتورز. هذول الجابا ريسبتورز مربوطين عندنا بكلورايد تشانلز اللي هم هاي هون، اللي هم هاي التشانل، تمام؟ لما تجي اللهم صل على سيدنا محمد الجابا، طيب، وبتربط في هذا المكان، شو راح يصير في عندي؟ انفلوكس لا نيجاتيف تشانلز، فزي كأن عفوا نيجاتيف ايونز، فزي كأني انا اعمل ايش، ريبولاريزيشن، يعني اي بريديسبوز للريفراكتوري بيريد، بالتالي نو ريسبونس تو ستيمولاي، تمام؟ فانا بعطي انستريك بيشتغل على انه بيزود عمل الجابا، ممكن يا يزود السكريشن للجابا، بيزود السينثيسس للجابا، بحيث انها الجابا بتروح ترتبط عندنا تفتح الكلورايد تشانلز تعمل لي نيجاتيف، بالتالي ايش، ري بولاريزيشن و ان ريسبونسيفنس لا مثلا البين ستيمولاي للسيجنلز للفويسز لاي شيء، تمام؟ والطريقه الثانيه اللي ممكن انا اعمل فيها انهيبيشن هي عن طريق اني اشتغل على بوتاسيوم تشانلز، ماشي؟ يعملوا لي ايش، موجودين عندنا بنسميهم احنا كانه والله العليم مش متاكده منيح كثير، اللي هي تو بورز عندنا بوتاسيوم تشانلز، اشي زي هيك، تمام؟ ايش يعملوا فكرتهم هذولا؟
انهم هم يعملوا افلوكس للبوتاسيوم بيطلعوه برا الخليه، بالتالي ايش ام لوزينج عندنا بوزيتيف تشارجز من جوا الخليه، وبالتالي زي كانه ام ميكينج ذا انسايد اوف ذا سيل مور نيجاتيف، وبالتالي اي جو باك لا اللي هي فكره الريبولاريزيشن والريفراكتوري بيريد، ام نوت ريسبوندينج للستيمولاي. طيب اذا الاولد عندنا ثيوري لا اللهم صل على سيدنا محمد لا الانستيركس كانت عن طريق الايثر انه بيعمل انرجيزيا بعدين اكسايتمنت وبعدين، لكن هذا كله ما بنشوفوش احنا لما نجي نعطي انستيجيا. انما النيو ثيوري بتقول لك لا الفكره بتكون بالشغل على الستيمولاتوري نيورو ترانسميترز والانهيباتوري نيورو ترانسميترز عندنا، واني انا بالاخير بحيث تكون النت ريزولت اني انا عندي نيجاتيف تشارج، عندي انا ريبولاريزيشن، عندي loss of response to stimuli. تمام، هيك انا بكون عملت ايش انستيجيا. هاي بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن، اوكي نحط بجنبها صح، اوكي هاي بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن. طيب هل في فاكتورز عندي تؤثر في عمل الانستيجيا؟ هل جميع الاشخاص يستجيبوا للانستيجيا بنفس الطريقة؟ طبعا لا، في عندي انا اللهم صل على سيدنا محمد فاكتورز تختلف من مريض الى مريض. مثلا مريض مدخن، تسمعوا انتم والله المدخنين بدنا احنا ايش تخدير اكثر لهم، تمام ليش؟ لانه ما يبطلوا يستجيبوا، يصيروا ريزيستنت للتخدير. والله مريض مثلا عنده ضغط وسكر، اكيد ما راح يكون تعاملنا معاه زي مريض بنسميه احنا ميديكالي فري ما عندهوش مشاكل. مريض والله عنده تميع في الدم، عنده كوغيولوباثيز، ماشي ما راح يكون زي مريض مثلا الدم عنده طبيعي. فهاي اختلافات تختلف من اللهم صل على سيدنا محمد من بيشنت لبيشنت. لكن في اختلافات فسيولوجيه او عندنا انا او اشياء فسيولوجيه عندي انا في جسم الانسان لو بدنا نتعرف عليهم، فهي الفاكتورز فهم ثلاثه. اول واحد هو البارشل بريشر للغاز اللي انا بدي اعطيه او الفولتايل ليكويد اللي انا بدي اعطيه. الشغله الثانيه اشي بنسميه البارتيشن كوفيشنت، والشغله الثالثه اللي هي الكاردياك اوتبوت. اعذروني هالخط بس عشان السرعه، اوكي. طيب البارشل بريشر للغاز اللي انا بدي اعطيه، كيف الفكره؟ الفكره اللي انه انا في عندي اللي هي التريكيا، تمام، على فرض انه هاي اللانكس، يعني اوكي. طيب هسه لما انا اتفقنا انه انا عملت اندوتريكيال انتوبيشن عشان اوصل الغاز هذا بده يدخل، تمام، عندي، وبعدين شو بده يصير له؟ بده يصير له انا بدخل عند الالفيولاي وبيجي على فرض انه هاي البلود فيسلز بده يدخل عندينا باتجاه البلود فيسل. كل ما كان تركيزه انا في اللنجز اكثر، كل ما زاد البرفيوجن تجاه عندي ايش البلود، وبالتالي زادت كل ما، يعني خلينا نحكي هون، كل ما زاد البارشل بريشر لا الغاز نفسه زاد الديفيوجن توردز ذا اللهم صل على سيدنا محمد ذا بلود فيسلز، وبالتالي ايش زاد الكونسنتريشن له في الدم، صح؟ طيب زاد الكونسنتريشن، المفروض هسه مع زياده الكونسنتريشن يكون في لها زياده في الافكت، تمام، اوكي تمام. هاي بالنسبه للبارشل بريشر. الشغله الثانيه شيء بنسميه البارتيشن كوفيشنت. البارتيشن كوفيشنت هو عباره عن انا ريشيوز، في عندي انا ريشيو بسميها البلود غاز ريشيو. كيف فكرتها هاي؟ هسه اوكي تمام، انا اعطيت اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي الغاز اللي هو الانستريك، طيب ودخل عندي للبلد، طيب انا كيف راح يكون جوا البلد؟ لو جيت بدي اعمل انا زوم ان، بنكبر البلد فيسل، طيب على فرض انه انا في عندي اللي هي البلد كومبوننتس،
وهسه دخل عليها مين؟ دخل عليها الغاز. طيب هسه هذا الغاز اللي دخل جزء منه رح يبقى فري في البلازما، تمام، يعني غير مرتبط بأي شيء آخر، وجزء منه لا رح يرتبط ب اللي هي الكومبوننتس الموجودين في البلازما، بحيث يصير أنا إيش يعني كيف نحكي attached أو bound للبلازما كومبوننتس. طيب شو الفكرة إني أعرف الفري من الباوند؟ الفكرة الآن إنه لما نصل للتشو اللي بدنا اللي عليه الريسبتورز لهاي الغاز اللي هو ال CNS، نعرف انه في عندي انا ريسبتورز، اي واحد منهم راح يجي يرتبط الفري ولا الكومباوند؟ الفري، تمام، هو اللي راح يجي يرتبط، لانه انا المكان اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، الريسبتور نفسه فقط عندنا انا يعني يستجيب او يتعرف على الفري جاز. اما بالنسبة للكومباوند فهو تغير شكله الان، طلعوا ما راح يستجيب. طيب فهون انا لازم يكون فري عشان يستجيب او يرتبط ومنه يفتح التشانلز ويعمل لي الافكت. اذا مين اللي راح يعمل الافكت، الباوند ولا الفري؟ الفري. الاكتف فورم هو ايش؟ الفري هو الاكتف. طيب لما احكي بلود جاز ريشيو، البلود يعني انا اللي هي كيف نحكي البرسنتج of the gas that is bound to the blood components، هذا المقصود فيها، يعني attached مرتبط to blood components. أما الغاز اللي هي اللي في المقام بس بقى مقام، تمام، هي اللي free، إذا اللي هو نفسه الأكتف. طيب لما انا بحكي الفري اكثر معناته شو راح يكون؟ اكتف اكثر، يعني افكت اكثر، يعني هاي اللي هو البسط راح يكون، لا مش بسط، مقام، المقام اكبر، وعشان يكون افكت على لازم اللي يكون مرتبط بالبلود اقل عشان ايش؟ يقدر يرتبط بالريسبتورز. اذا كل ما كانت هاي الريشيو، يعني انا بدي اللي فوق صغير واللي تحت كبير، بالتالي الريشيو تكون ايش؟ سمول. فكل ما كانت الريشيو سمول دليل على انه عندي فري اكثر وباوند اقل وبالتالي افكت اكثر، تمام؟ تمام. اذا هاي هي البلود جاز ريشيو. في ريشيو ثانية عندي، انه انا لما اصل لعند اللهم صل على سيدنا محمد البلود عندنا انا العفو لحد ما اصل للبرين، ترجع يصير في عندي ريشيو ثانية بنسميها برين جاز ريشيو. هسه هون ايش تعني كل واحدة منهم؟ البرين اللي هي دخلت على الدماغ وارتبطت بالريسبتورز اللي جوا الدماغ، الغاز هي اللي ظلت جوا البلود فيسل. يعني لو اجينا نرسم انا خلية الدماغ على فرضا، يعني اوكي، وعندي انا البلود فيسل، وصلنا هسه انا اجاني البلود محمل ب البلود كومبوننتس مع جزء منهم مرتبط معاهم الغاز اللي هو الانستريك غاز، جزء منهم لا فري. طيب هسه الفكره وين تصير عندي؟ ابطل احسب حساب انا جوا البلود فيسل زي ما كنت احسب هون، تمام، نصير نحسب انه قديش منهم دخل على البرين عندنا عفوا كروس ذا بلود برين بارير وارتبط على الريسبتورز اللي على البرين سيلز، تمام، وعمل لي الافكت. فانا المره هاي بدي ايش؟ بدي البرين اكثر والغاز اقل اللي هو جوا البلد هون. انا هسه الفكره انا وصلت، معناته لازم احاول افضي قد ما اقدر وادخل لجوا البرين، اي كروس ذا بلود برين بارير، وبدخل عندنا ارتبط في الريسبتورز اللي هم وين؟ على الهيمسفيرز نفسهم جوا على البرين سيلز نفسهم. فهون بدي هاي تكون عاليه وهاي تكون قليله. اذا لما يكون البسط عندنا كبير والمقام قليل بدها تكون الريشيو ايش؟ لارج. فالذا لارجر از ذا ريشيو، او هاي يعني، او ذا جريتر از ذا ريشيو عندنا، هي بتكون ريفلكشن لانه يعني اشتغل اكثر. طيب اذا هون بدي اياها بالعكس، عشان انا تو انديكيت انه اللهم صل على سيدنا محمد الانستريك اشتغل بدي اياها تكون سمول، اما هون بدي اياها تكون ايش؟ لارج، دليل على انه احنا وي كروس ذا بلود برين بارير. طبعا هذا لازم يكون عندنا لايبوفيليك، راح نحكي عنهم هسه.
عندنا، وهيك بكون ايش حصلت على اكشن اكثر. اذا هاي بالنسبه للفاكتورز اللي تؤثر على اللي هي الانستاليك، البراكشر برشر كل مكان اكثر، بالتالي ديفيوجن اكثر. البارتيشن كوفيشنت اللي هي ريشيوز، كم منهم بيظل فري وكم منهم بيظل عندنا بيصير باوند، الفري هو الاكتف. وعندي البرين جاز ريشيو، ظل واحد نسينا اللي هو الكاردياك اوتبوت. طيب فكره بالكاردياك اوتبوت انه انا لو ارجع لهاي الرسمه اللي هون، تمام، هسه لو كان الدم يتحرك بشكل سريع جدا، طيب في البلد عندنا انا فيسلز ما راح يكون في وقت كافي انه يتم تحميله بالجازز. يعني انا هون الجاز لما بده يجي يطلع، طيب اذا الدم يتحرك بشكل سريع ما راح يكون كافي انه ياخذ الجاز من اللنجز. بالتالي انا لما بيكون البرفيوجن ريت، اغير اللون انا مش واضح، لما يكون البرفيوجن ريت يعني انا الدم سريع، طيب ما راح يكون في وقت كافي انه يتم تحميل كميه كافيه من اللهم صل على سيدنا محمد من الدراج، وبالتالي البلد نفسه كميه الدراج فيه قليله، كميه الواصل للتشو للبرين عشان يعمل لي الانهبيشن قليله، بالتالي الافكت قليل. الريت يعني السرعه. لكن في شغله ثانيه اللي هي البرفيوجن اماونت، يعني هذا البلود فيسل على فرضا، خلينا نرجع نرسمها مره ثانيه هون، تمام، من ناحيه الريت الدم يتحرك عندنا بسرعه مناسبه تسمح بتحميل الجاز. لكن على فرض كانت عندنا ان الكميه نفسها كميه الدم كبيره جدا، طيب بالتالي انا الفيسل يعني والاكوموديت مور، يعني انا كيف نحكي، بدل ما هو متضيق، اذا الكميه اللي راح يحتملها الكميه الاضافيه من الغاز اللي راح يحتملها قليله. لكن عندما يكون متوسع او كميه الدم اللي داخله كبيره، اذا راح تحتمل عندنا كميه غاز اكثر. طيب اذا هون شو سعيت انا كميه اكثر في السيستميك سيركيليشن، بالتالي افكت اكثر. اذا لما بيكون هاي بالنسبه للاماونت، اذا كل ما كانت الاماونت عاليه كل ما كان الإفكت تبع الأنستيجيا عالي. أما بالنسبة للريت كل ما كان عالي كل ما كان سريع عندي أنا الدم، بتكون بالعكس الإفكت قليل. وهيك بنكون خلصنا الفاكتورز اللي بيعتمدوا عليهم عندي أنا الأنستيجيا. تمام. هسه بس نرجع نحكي عن الأدوية اللي حكينا عنهم هيك كل واحد شوي عن يعني الفيتشرز اللي لقيله. طيب بس بدنا نرجع بس ككويك ريكاب، إنه قلنا عندي انا البري اوبريتيف اوبريتيف وبوست اوبريتيف. الاوبريتيف تنقسم الى اندكشن باي اي في انستاليكس، وعندي نيورو ماسكولار بلوكرز، واللي هي المينتنس. تمام. طيب نجي على ادويه اللي هي الاي في انستاليكس. قلنا عندي انا البروبافول، طيب انتال، ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد، عندي الميدازولام، عندي الميديت والكيتاماي. هسه بشكل عام كلياتهم يشتركوا بفكرة انهم ايش لايبوفيليك، عشان زي ما حكينا يقدروا يدخلوا على they cross the blood brain barrier وبيرتبطوا على الريسبتورز. الفكرة فيهم كيف انه هما يدخلوا خلال 40 ثانية ممكن يكون صار الإفكت صاير، يعني أنا مجرد ما أعطيته في الوريد على السريع خلال 40 ثانية كان واصل البرين رابط على الريسبتورز وعامل لي الأنستريك، عامل لي الأنستريك إفكت. طيب قديش يقعد؟ يقعد 15 دقيقة تقريبا، يقعد تقريبا 15 minutes. بعدين شو بيصير؟ بعدين يرجع يصير في افتكاك عن الريسبتورز. خلنا نرسم واحدة ثانية هون، يرجع يصير في افتكاك عن الريسبتورز. طيب يفتك عن الريسبتور، يرجع يدخل على السيستميك سيركيليشن. طيب يصير له ريدستريبيوشن انتو ذي فاتي تشو، على فرضا انه هذا الفاتي تشو، ويترسب جوا ايش الفاتي تشو. وبعدين عندينا انا ايش يصير له، بعدين انا ينتهي يصير termination للاكشن. اذا بالنسبه لهاي عندنا
الاي في انستريكس كيف صار انا انتهى؟ هل لانها تكسرت؟ لا. هل لانها تكسرت صار عليها ميتابوليزم؟ لا، الفكره صارت انها افتكت من الريسبتورز، صار لها ريديستريبيوشن انتو ذا اديبوس تيشو. طيب تذكروا لما حكينا انه احنا عاده نعطيهم ك اي في اندكشن، لكن لو اعطيتهم اي في كونتينوس انفيوجن راح يصيروا مينتيننس. كيف هذا الاشي بيصير؟ بيقول لك انا هسه لما بعطيها تمام بتشتغل 15 دقيقة، تريد تفتك تروح على الأديبوس تيشو تترسب جواته، بعد فترة رح يصير في accumulative effect، رح يصير في عندي saturation في الفات من هذا الأنستريك، يرجع الفات بيقول لك خلص أنا ما بطل عندي قدرة على أني أستحمل وأخزن هذه الكمية من هذا الدواء، يرجع يصير له إيش redistribution into the blood، يرجع يدخل على البرين، يرجع يعمل الإفكت اللي يعمله 15 دقيقة، يفتكن هذول المولوكيولز، يجي وراها المولوكيولز ثانية يرتبطن ويكملن لي عندنا أنا الأنستريك إفكت. لكن زي ما حكينا إيش مشكلتي فيهم، إنه لما بعطيهم أنا continuous IV infusion إنه السايد إفكتس كثير عالية، فلهيك إحنا حكينا لا خلص 15 minutes بعدين أكمل، بكون عملت أنا التراكيال انتوبيشن بكمل عندنا أنا باللي هم المينتننس باي ذا انهاليشن أنستريكس. طيب تمام. طيب لو جينا حكينا هسه شوي عن كل واحد فيهم مميزاته كأشياء خاصة فيه، نبدأ أول إشي بي اللي هو البروبوفول. أوكي بس ثواني. تمام البروبوفول عندنا هو الآن it's the first choice عندنا لا الـ IV anesthetics. طيب it has replaced عندنا الثيوبنتال، زمان كنا نستخدم الثيوبنتال لكن الآن البروبوفول عندنا هو التوب. عندنا فكرته انه هو سيدتيف عندنا وهيبنوتيك اكثر من انه انستريك. كيف يعني؟ يعني ما راح يعمل لي كل الفيتشرز، ذكرين الخمسة فيتشرز اللي كتبناهم هون تبعات الانا وين واحنا هون للانستيجيا، ما راح يعمل لي اياهم كلياتهم، راح يكون سيدتيف يعني هو زي كيف ينوم المريض ويخدو خدران خفيف، لكن ما بيروح عامل كومبليت عندنا انا ديبريشن اللي انا متعود عليه. تمام لهيك اصلا لازم اعطيه انا اي في ايش انفيوجن لو انا بدي اياه مينتيننس. اذا هو اكثر انه هو صح انستريك لكن كسيدتيف اكثر، يعني المريض بيكون عندنا زي النايم بس مش انه كومبليت لوس اوف ريفلكسز. تمام يعني هيبنوتك كيف احكي لكم، شفتوا ادويه الحساسيه لو تقرأوا عليهم احيانا بيكون كاتب لك هذا السيدتيف افكت. صح بحكي في بعض الناس لما ياخذوا ادويه الحساسيه بيصيروا نعوسوا او يعني ينعسوا. تمام هون الفكره، بس طبعا اقوى بس مش انا يعني كومبليت عندنا انا ديبريشن للسي ان اس. طيب فلهيك انا استخدمه كبدايه انه يدخل لي اياه ب شويه سي ان اس ديبريشن، برجع اكمل عليهم بالمينتنس. تمام طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يتميز بانه هو ميلك لايك. كيف يعني ميلك لايك؟ لو بتشوفوا شكله الامبيولا اللي فيها البروبوفول زي هيك، البروبوفول بيكون زي ايش زي كانه بتحسوه زي الحليب هيك، بتكون برضو الماده نفسها ثقيله لانه هو لايبوفيلك ففي نسبه ايش فات. تمام هاي بالنسبه لاهم الاشياء للبروبوفول. طيب بالنسبة للثيوبنتال، الثيوبنتال عندنا زمان كان هو التوب، كان هو الفيرست تشويس، لكن الآن عندنا استبدلناه بالبروبوفول. الثيوبنتال من عيلة الباربيتوريتس اللي برضو عندنا احنا أخذناها كمحاضرة، أول محاضرة في السي إن إس السنة الماضية. تمام كانت تحكي عن اللي هي الأنكزايوليتكس، كيف أنا ممكن أعطي مريض عنده أنكزايتي أتاكس، كيف أعطيه عندنا أدوية بحيث إنها تروح هاي الأتاكس. ففي عندي أنا الأولد فاميليز وفي عندي أنا نيو فاميليز. الأولد فاميلي اللي هم الباربيتوريتس بطلنا نستخدمهم كثير، ليش؟ لأنه لهم سايد إفكتس كثير رهيبة. تمام اللي هم راح نحكي عنهم هسه أهمهم الأبنية، لأنها بتشتغل سنترالي على سنترال نير على عفوا على الريسبيراتوري سيستم وتعمل لي ديبريشن، فممكن المريض لا سمح الله بدخل بأبنية يتوقف التنفس عنده تماما. طيب اذا هو من عائلة الباربت يوريتس اللي هم ايش انكزايوليتكس. تمام مشكلتي فيه انه ممكن لا سمح الله بيعمل أبنية، يعني ايش ستوبس بريذنج نهائيا، ما في مش بردي لا بكامل.
وين واحنا stops breathing. تمام. الميدازولام هو من العائلة برضو anxiolytic، لكن العائلة الجديدة اللي هي حكينا عنها أول إشي لما قلنا نعطي المريض anxiolytic لما بيكون متوتر، اللي هي العائلة شو اسمها بنزوديازيبين. هاي العائلة اللي نستخدمها هسه بنزوديازيبين. إذا هاي هي النيو فاميلي للانكزايوليتكس، هاي هي الاولد فاميلي للانكزايوليتكس. ظل منها الثيوبنتان نستعمله مع اللي هي الجنرال انستيجيا، ودواء ثاني اسمه فينوباربيتال. شايفين كلمة باربيتال تشبه باربيتوريتس، نستخدمه عندنا عشان نميز بين التايب 1 والتايب 2 لسندروم نسميها كريجلر نجار سندروم، بتصير بالليفر، تعمل انا اللي هي نيونيتال جوندس. فعشان اميز بين تايب 1 تايب 2 والريسبونسيفنس اللي لهم نستخدم الفينوباربيتال. في واحد منهم ريسبونسيف للفينوباربيتال، واحد منهم نوت ريسبونسيف عندنا للفينوباربيتال، فبميز بيناتهم. لكن كثيرابيوتيك يعني انهم يدخلوا في العلاجات نادر ما استعملهم، قلنا ليش؟ لانه السايد افكتس اللي لهم كثيره. فاجت العيله الجديده اللي هي البنزودايزيباينز من الانكزايوليتكس، عندنا منهم الميدازولام تحديدا في الدايزيبام واشياء ثانيه. الميدازولام اللي هو عندنا انا الترا شورت اكتنج عندنا بنزودايزيباين، كيف فكرته؟ انه هو ذكرين الجابه اللي حكينا عنها اللي هي من الانهيباتوري نيورو ترانسميترز، هو ستيمولاتوري لها يعني يدعمها. طيب عشان ايش يصير في انهيبيشن للانكزايتي؟ هيك الفكره كانت. طيب ان انا اشغل الجابه الانهيباتوري نيورو ترانسميتر تو انهيبيت ذا انكزايتي، فبيكون انكزايوليتيك. ليتيك يعني ايش؟ من لايسس يعني يزيل التوتر. طيب انهيبيشن اوف انكزايتي. هاي بالنسبة للميدازولام. في عندي الاتوميديت، تمام الاتوميديت، او لا قبل بالله قبل الاتوميديت البنزودايزيباينز حكينا الباربيتوريت شو اللهم صل على سيدنا محمد السايد افكت اللي لها الابنية. البنزودايزيباين تتميز بالانتيرو جريد امنيشيا، بمعنى كيف يعني انتيرو مش ريترو انتيرو، يعني سينسى الذي سيحصل، يعني بس اكتبها اوكي. يعني انا مريضي ليش شو بعمل معاه؟ بده يدخل عندي انا في وين؟ في العمليه، صح؟ حكينا بدنا نعمل له ميموري لص. احنا وين حكيناها؟ هون صح، حكينا هون بعمل له ميموري لص. طيب انا كيف راح اعمل ميموري لص؟ يعني انا بفوت المريض على العمليه وبعد ما يطلع بروح اعمل له مسح للعمليه اللي للذكريات اللي صارت عنده؟ لا، نعطي عندنا بنزودايزيباينز تتميز بالانتيرو جريد، يعني انت اعطيك اياها هسه، يعني هي انت هون للبريزنت. I give it to you in the present to forget the future. ما سيحصل معك مثلا لو كانت العمليه 3 ساعات، ما سيحصل معك في ال3 ساعات في الثري اورز المقبلات تنسى، يسميها انتيرو جريد. تمام. فانا لما المريض اللهم صل على سيدنا محمد نعطيه احنا بري اوبريتيف اشياءات بري اوبريتيف او مع الاي في، تمام، نعطيهم ايش اللي هي ممكن الميدازولام. لكن احنا فعليا نستخدم البروبوفول عندنا كاي في عندنا انستريك، وباقي هاي الاشياء لا، عشان اعمل اللي هي زي الثيوبنتال والميدازولام، تمام، عشان اعمل الاشياء اللي حكيت عنها من الميموري لوس من الانكزايوليتكس اللي هي البري اوبريتيف. لكن برضو هاي ايش نعطيها اي في عاده. اوكي هسه اوكي بنزلها هاي لتحت شوي. تمام، اذا ايش المميز؟ انه الميدازولام راح يعمل الانتيرو جريد امنشيا عندنا او امنيجيا، والثيوبنتال مشكلتي معه ايش؟ بالابنيه. طيب الاتوميديت او الاتوميديت مش متاكده الصراحه من اللفظ، مشكلتي معاه انه ممكن يعمل ادرينال سبريشن. طيب فهاي ذكرها كثير كويس، يعني راح يقلل الكورتيزول
والكورتيزول انا بدي اياه، هو من الستريس عندي هنا انا هرمونز بطلع عندي زي كاني ما اعطي ستيرويدز، مش الستيرويدز زي ميمك الكورتيزول، مش احيانا نعطيهم احنا في حالات الانفلاميشن في حالات العمليات عشان انا تو كنترول الريسبونس تبعت الجسم للعمليه. فلو رحت انا مانع الكورتيزول تماما زي كاني عملت ادرينال سبريشن، ممكن يصير عندي سايد افكتس رهيبه. طيب اذا هو برضو من الاي في انستريكس. نيجي على دواء مميز جدا نسميه الكتاماين. الكتاماين عندنا بيعمل لي اشي معين او مهم، برضه هو اي في انستريك عندنا بيشتغل رابدلي، يعمل اشي بنسميه ديسوسييتيف انستيجيا. شو يعني؟ اوكي تمام، انا بدي اعمل انستيجيا المريض تحت تاثير التخدير لكن عيونه مفتوحات بيهلوس بيسولف اشياء مش منطقية، لكن هل هو مخدر؟ نعم مخدر. هل هو حاس بالالم؟ لا مش حاس بالالم. هل في عنده انا ريفلكسز كثير كبيرة؟ لا، لكن الفكرة وين؟ انه عنده ديسوسييتيف يعني مختلفة شوي او منفصلة شوي، انه لعيونه عيونه مفتوحات بتطلع حواليه تمام، بيحكي اشياء مش منطقية بس لا هو حاس ولا هو فاهم ولا راح يتذكر شو اللي قاعد يصير. تمام، هذا لما اعطي ايش الكتاماين. عندنا فكرتي بالكتاماين عندنا انه برفع عندنا البلد بريشر وبرفع عندي انا ايش بزود الكاردياك اوتبوت. تمام، واحنا نميل الى انه نستخدمه مع الشيلدرن، عندنا الشيلدرن نطلع عليها كي فور كيدز. تمام، اذا لو سالك اجى سؤال بايش ممكن استخدم الكيتاماين او عفوا شو ممكن استخدم للاطفال اي في انستريك عشان الاندكشن، استخدم ايش الكيتاماين. طيب ايش يتميز بالديسوسييتيف امنيشيا؟ بانه يرفع البلد بريشر والكاردياك اوتبوت على عكس عندنا ايش كل الانستريكس اللي بناخذهم، فلذلك ما نستخدمه مع مريض هايبرتنسيف، مريض عفوا ضغطه عالي او مريض عنده ستروكس يعني عنده ايش جلطات دماغيه، لانه ممكن لا سمح الله انا برفع البلد بريشر مع الكاردياك اوتبوت عندنا ايش يصير في عنده هيموريج صح، انتراكرينيال هيموريج، فلهيك ما بستخدمه. هذول ايش مين اللي هم اللي هم الاي في انستريكس. طيب نجي سريعا نحكي عن المينتيننس باي انهاليشن اللي هم مين، اللي هم قلنا الهالوجينيتد والهالوثان. طيب الهالوجينيتد اللي هم عندنا بنتهوا بالفلورين زي الايزو، زي عندنا انا الديس فلورين وعندي السيفو فلورين والان الفلورين اللي قلنا بطلنا نستعمله. تمام، طيب فلو بدي احكي عن الايزو فلورين شوي، تمام الايزو فلورين عندنا هو ايش من اللي بنستعملهم اللهم صل على سيدنا محمد للمينتيننس. تمام، اللي بنستعملهم للمينتيننس. طيب يتميز الايزوفلورين ان هو بشكل عام التوكسيسيتي اللي بيعملها قليلة مقارنة بالهالوثان اللي بطلنا نستعمله. مشكلتي فيه انه ممكن يعمل هاي بوتنشل، تمام اله بانجنت اودر، شو يعني زي حادة هيك بتحسها انه لاذعة الرائحة، وللأسف استيميليتس الريسبيراتوري ريفلكسز، بيصير في عندهم ايش زي سبازمز وسكريشنز وكافينج ريسبيراتوري ريفلكسز. طيب هسا احنا شو قلنا بنستعملهم للمينتنس. طيب انا متى ما أنا مش المفروض بالمينتنس انه ما يكونش في عندي انا ريفلكسز؟ الفكرة وين بتصير؟ لو في حال انا قررت استعمله كاندكشن، لهيك انا ما بستعمله لاندكشن. يعني انا في حال استعملته اندكشن اللي هي يعني استعملته انا اللهم صل سيدنا محمد في هذه الخطوة بدلا عن هذه الخطوة، تمام فشو راح تلاقي؟ راح تلاقي انه المريض بدخل عندك بايش respiratory reflexes، يصير في spasms laryngeal spasms في secretions في coughing في كثير اشياء. طيب طيب اذا فكرته بالبونجنت اوردر الهايبوتنشن لكنه بشكل عام لس توكسيك عندنا وكثير كويس. الدواء الثاني اللي هو الديسفلورين يتميز بانه فيري رابيد،
بيشتغل سريع جدا، تمام، وإله اللي هي اللو بلود جاز اللي حكينا عنها هون، تذكروا هون لما حكينا عن الفاكتورز اللي بتأثر، اللي هي هيها بلود جاز. قلنا بأنه the smaller عندنا ذا ايش the more the active. ليه؟ لأنه بيكون عندك انت يعني بلود جاز، يعني اللي مرتبط بالبلود قليل واللي فري كغاز كثير، وبالتالي ايش راح يرتبط اكثر، فيتميز انه الريشيو تبعت البلود جاز اللي له قليلة، وبالتالي الاكشن اللي له عندنا ايش ماله قوي. لكن إيه شو مشكلتي معه؟ نفس فكرة عندنا انا الايزوفلورين stimulates عندنا respiratory reflexes، لهيك ما بقدر استخدمه كاندكشن، وما بقدر استخدمه مع الازمة بيشنتس تحديدا الديسفلورين. طيب اذا انا respiratory reflexes، وبالتالي ايش مهمة جدا انه contraindicated in cases of asthma. طيب وما مستخدمهوش في الاندكشن. الشغلة الثانية اللي عندي مشكلة فيه بالنسبة له انه هو very expensive very expensive، فبالتالي لو بدي استخدمه كعندينا انا في اللهم صلى الله سيدنا محمد كالانستاليك في البرولونج سيرجريز بنحكي عن 6 7 8 ساعات راح يكون فيري عندنا انا يعني اكسبنسيف على المستشفى نفسه. لهيك احنا بنستخدمه عادة في الاوت بيشنت بروسيجرز اللي مثلا 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، اوكي فيها جنرال انستيجيا لكن ما بتطول. تمام، مين هذا؟ الدس فلوري. طيب فيري اكسبنسيف عندنا في عادة في الاوت patient يعني اللي بخرج فيها بنفس اليوم اللي هي عادة ما بتكون طويلة، out patient عندنا أنا clinics أو procedures أو surgeries يعني. تمام أوكي، بعدين يجي عندي أنا السيفو فلورين تمام، سيفو فلورين برضو very rapid، اللهم صل على سيدنا محمد نفس الفكرة، البلود جاز ريشيو اللي له قليلة، less pungent مقارنة بمين؟ بال مقارنة بالايزوفلورين اللي حكى لي انه هون ايش pungent odor، هون ريحته اقل بالعكس pleasant اكثر. تمام ولذلك we use it in kids in pediatric age group. لحد الان في شغلتين صرنا مستخدمينهم اللي هو السيفو، اطلع عليها زي هيك سيفو، مش حكينا ربطناها هون انها هو فلورين اللي هو الاف من الهالوجينز اللي هي الجروب 7 صح، فقلنا سيفو عشان تسهيلا للحفظ. تخيلوا ان عندكم طفل عمره 7 years او 7 years شو راح يكون؟ بيدياتريك صح، فالسيفو نستخدمه في الكيدز، والكي فور كتاماين اللي برضو استخدمناه وين؟ في الكيدز. فاذا عندي انا دوايين لحد الان استخدمتهم في الكيدز، كاتاماين استخدمته كاي في انستريك اللي هو اندكشن، ولو بدي اكمل لهم البيدياتريكس بدي اعمل لهم مينتيننس موست لايكلي راح اروح فور ذا سيفوفلورين. اذا ميزاته فيري رابيد، عندنا اللهم صل على سيدنا محمد البي اي جي عندي او البي جي عندنا ريشيو قليله، لسبونجنت لهيك بستخدمه في الكيدز، ما بيتضايقوا من ريحته بيقبلوه. طيب والشغلة المهمة doesn't cause respiratory reflexes زي ما عملوا الايزو والدس فلورين. تمام اعذروني على الخط بس الصراحة قاعد بحاول استعجل عشان التسجيل ما يطلع طويل. تمام اوكي، هاي مميزاته، لكن في عنده سيئة واحدة وهي نفرو توكسيك، مهمة جدا هاي الأشياء اللي هي مميزات اعرفوها. يعني هون أنا عندي سيفوفلورين نيفروتوكسيك تمام بستخدمه مع الكيدز، الديسفلورين مع الأزمة ما بستخدمه، اللهم صل على سيدنا محمد، الكيتاماين فكرة الديسوسييتيف أمنيجيا مهمة، الإتوميديت مع الأدرينال سبريشن مثلا، البنزوديازيباينز عفوا فكرة الأنتيروغريد عندنا أمنيجيا، الأبنية، وعندنا ممكن البروبوفول تعرفوا انه لازم first choice وهو ايش ملك لايك. اذا هاي الاشياء اللي تميز كل دواء مهمة جدا.
السيفوفلورين ايش يميزه؟ انه نفرو توكسيك. طيب بضل عندي انا الدواء الاخير واللي بطلنا نستعمله، تمام، وان شاء الله انه هو يكون اخر شيء نحكي عنه بالمحاضرة، اللي هو الهالوثان. ولا الهالوثان عندنا انا فكرتنا فيه انه اوكي كان عندنا ممتاز كأنستريك، لكن كان سايد افكتس اللي له كثير 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 عندنا انا سيئة. ومن وين اجت السايد افكتس؟ انه هو في التشو بس ينتهي الاكشن اللي له، او كيف ينتهي الاكشن، بيصير له اوكسيديتيف عندنا ميتابوليزم. طيب انتو هايدرو كاربونز و بروميد توكسيك ميتابولايتس، فتروح عاملة ايش؟ فتروح عمليت لي انا السايد افكتس اللي بشوفها عندي انا مع اللي هي الهالوثان. الشغلة اللي فيه انه هايلي اسوسييتد مع انه يعمل لي هيباتايتس، انفلاميشن وين؟ في الليفر، اتش مع اتش، تمام. مشكلتي فيه برضو يعمل اريذمياز، برضو بيزود السنسيتيفيتي اوف ذا ريسبتورز للكاتيكولامينز. طب ما انا معطيه عشان يكون ايش؟ انا استرك الكاتيكولامينز زي الابينفرين والنورابينفرين وهي الاشياء راح تعمل الاستيميوليشن، صح؟ فيصير في زي خربطه، ماشي. برضو بيقلل الكاردياك اوتبوت، فممكن انا المريض ايش يدخل عندي في براديكارديا. هسا اوريدي مريض الانستريك واللي داخل عملية شوية عنده تكون في زي ايش الكاردياك اوتبوت اقل من الطبيعي، لانه خلص ما في اكتيفيتي، تمام. وانا بدي اياه يكون قليل، ليش؟ عشان لما اجي افتح انا كجراح ما بتكون كمية الدم اللي تطلع معاي يفقدها الشخص سريعة، او يعني كمية كبيرة. بالعكس انا بدي الدم يتحرك شوي شوي، ما بصل حد انه يكون براديكاردك، بس انه يكون ايش، خلينا كيف نحكي، اللور ليمت، لا اللور اوف ذا نورمال ليمت. واحنا في عندنا رينجز، خلينا نقول انه اعلى من اللور ليمت بشوي، عشان ايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، ما بيصير في عندي لص اوف بلود كثير، تمام. بس ما بدي برضو انا حد البراديكارديا. مشكلتي كانت بالهالوثان انه كان يعمل براديكارديا، تمام، فكان ايش يعني السايد افكتس اللي له كثير وبطلنا نستعمله كثير، تمام. كل هسه يعني كل الانستريكس اللي ذكرناه ممكن يكون عندهم انا الريلاتيف ديجري اوف ذا هالوثان عندنا انا سايد افكتس، لكنهم بالتاكيد اقل من الهالوثان. فراح تشوفوا انه ممكن يكون لهم تاثير على الهيباتايتس، ممكن يكون لهم تاثير على القلب، لكنه اقل من الهالوثان بشكل انا اقدر انا اسيطر عليه، يعني مش اصل حد توكسيسيتي زي ما بيعمل لي عندنا انا الهالوثان، تمام. تمام، لو نعمل كويك ريفيو للاشياء اللي حكيناها، قلنا الانستيجا هي ريفرسبل ستيت اوف سنترال نيرفس سيستم ديبريشن. بدي اعمل انا مجموعه اشياء عشان انا اللهم صل على سيدنا محمد احقق الانستيجا، لازم يكون في عندي انا فيزز. اول فيز اللي هي انا بري اوبراتيف، اوبراتيف عندنا وبوست اوبراتيف. بالنسبه للبري اوبراتيف قلنا نعطي اشياء تدعم عندنا انا عمل الانستيجيا من ناحيه اوبيويدز، انزايلوتكس اللي هم هيوم البنزودايزيبينز، ممكن باربيتوريتس، مصر ريلاكسنس، انتي سيكريتوري اللي شرحناهم عندنا وليش بدنا اياهم. بالنسبه للاوبراتيف قلنا انه الانستيجيا نفسها تنقسم الى اندكشن، مصر ريلاكسيشن عندنا عشان اعمل ازود عمل الانستيجا او بساعدها، واعمل اندوتراكيال انتوبيشن عشان المينتيننس. والبوست اوبراتيف عندنا ارجع اشيك على الريفلكسز، الفايتال ساينز، واذا لسه في بين عندنا اعطي المريض انا دواء. بالنسبه للانستيجا الاندكشن كان اتفقنا انه بيكون عن طريق اي في انستريكس لهم ربط عندنا اكشن. طيب المصل ريلاكسيشن بعمل انا اندوتراكيال انتوبيشن تو مينتين ثرو عندنا اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد الانهاليشن. بالنسبه للاي في انستريكس في عندي البروبوفول، عندي انا اللهم صل على سيدنا محمد الكيتاماين، عندي انا الثايوبنتال، شوفي كمان عندي عندنا ثايوبنتال كيتاماين،
تمام وغيرهم، وشفنا كيف بنشتغل عليهم. بيكون عندنا شغلهم اي في، عندنا within almost 40 seconds، بعدين بضل 15 minutes يصير له the action is terminated by، عندنا redistribution. هم طبعا لايبوفيليك، في مميزات لكل دواء فيهم، في side effects لكل دواء فيهم. بالنسبة للمصل ريلاكسيشن قلنا بيتم من اياه عشان اساعد الانستيجا، وعشان الاندوتريكيال انتوبيشن عشان ادخل الانهاليتد انستيليك، اللي قلنا ممكن يكون عندنا اما على شكل فولاتايل ليكويد، او ممكن يكون عندنا انا على شكل غاز، بيكون زي مين، زي النيتروس اوكسايد، عندنا الانتو، لا عفوا، الانتو او تمام، او الزينون اللي بطلنا نستعمله. طيب بالنسبة للفولاتايل ممكن يكونوا الهالوجينيتد اللي هم فيهم الفلورين، او ممكن يكون الهالوثان. الهالوجينيتد من الايزوفلورين، ديسفلورين، عندنا انا الانفلورين اللي بطلنا نستعمله، والسيفوفلورين اللي يتميز انه نعطيه للاطفال. طيب الهالوثان يتميز انه بطلنا نستعمله بسبب السايد افكتس اللي له، تمام. وهيك نكون ايش ان شاء الله خلصنا. بالنسبة لو ترجعوا لتفريغ للتفريغ راح تلاقوا انه اغلبه احنا اللي مكتوب هون عملناه تحت في المايند مابس، يعني ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هيك شوي هو شوي معجوق الشرح نظرا لانه الموضوع شوي كبير، تمام، بس يعني ان شاء الله تكونوا على الاقل يعني فهمتوا اغلب الاشياء. حاولوا اعملوها ارسموهم على مايند مابس انتو، تمام. خلي هيك ستيبس انك شو اول اشي بدك تعرف، بدي اعرف الميكانيزم اوف اكشن، بدي احفظ الاسماء قبل ما اعرف الفيتشرز تبعات كل دواء، بدي انتبه للجابا والجلوتاميت وهاي الاشياء. كرروها وحلوا اسئلة، وان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا. ادعوا لنا وادعوا لاهلنا في غزة، واي حدا عنده سؤال يا بتمنشنوني على الجروب الاسك او تبعثوا لي على الخاص. ان شاء الله يعني يا رب فالكم العلامات العالية، وإن شاء الله يعني علامات عالية بالفصل كلياته، ويعطيكم ألف عافية يا رب.